حياكم مع سارة الخناني. حياكم الله من جديد أصدقائي ومستمعين عبر أثير إذاعتهم بسيف أم. لازلنا معاكم في أجواء حياكم. كيف تتصرف مع الشخص اللي تشره كثير ويعاتب كثير؟ صارت لك مناسبة عاتبك وتشرح عليك ليش ما عزمتني، سويت عملية ما نسى يكلمك تتعاتبه ليش ما تحمد لي بالسلامة، على 011-268-4488 بنسمع منكم كيف تتعامل مع هذه العينة من الناس اللي تحب تتشره وتعاتب في كل شيء. ونروح لأحمد، حياك الله. الله يحييك، هلا والله اختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد. الله يعطيك العافية، الله يحييك سلمك. بخصوص السؤال أو الموضوع الجميل هذا، صراحة قد ما هو مضحك قد ما هو ممتع. صراحة مضحك وممتع بالنسبة لك؟ أيوة والله العظيم. طيب في نوعية صراحة يعني كذا كثير، لكن ما في أحسن من الصراحة. يعني مثلا لو جاك أحد وقال ليه ما عزمتني أو ليه ما تويشو، فأعطى الصراحة، قل له ما بيعزمك. صح، ما 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 بيعزمك. لو أبي أعزم كان دقك عليك. وأصلا اللي يسأل يعني اللي يسأل الشخص هذا ليش ما عزمتني، ليش ما تحملتني بالسلامة، يعني أعتقد أنها يعني ما أدري شلون يقولونها، لكن إنسان ثقيل طينة يعني. عرفتي؟ ما يحتاج تسأل، ما دام الشخص ما عزمك خلاص، يعني ما يحتاج تقول له يعني ليش ما عزمتني أو ليش وليش وليش. طب أحمد، حصل لك أحد تشرح عليك وعاتبك؟ بخصوص العزائم والله كثير. وكيف كان ردك؟ والله ردي أقول له ما أبي أعزمك، مزاجي حر كيف. يعطيك العافية أحمد، شكرا لك. الله يعافيك، شكرا لك، حياك الله، أهلا وسهلا.